أفندم وزارة الحربية؟ أي أفندم. تمام أفندم. معاك أفندم. ماشي أفندم. مع السلامة أفندم. حسين خلي بالك، أروح مكتب سيادة القائد. ماشي. الإشارة دي وصلت دلوقتي؟ وطلبوا مني أسلمها لسيادتك يدا بيد يا فندم. العقيد محمد رفيق في مكتبه؟ أشوفه لسيادتك يا فندم. وبالشكل ده يا فندم نضمن ان الزياره تؤدي الغرض منها. اتصلت بوزاره الحربيه وعملوا كل اللي طلبناه يا فندم. يعني مفيش مشاكل؟ البركه في سيادتك يا فندم. قول يا عزيز، انت سعيد ان 313 جاي مصر؟ بالطبع يا فندم. وناوي تقابله؟ انا ناوي اشوفه لكن يستحسن ما يشوفنيش. بلغك لاله لمصطفى عبد العظيم؟ يا سيد مصطفى وصل امبارح وقال لي على كل حاجه يا فندم. عزيز انا عايز اقول لك اني سعيد بتعاونك معايا ومتشكر قوي. متشكر جدا يا فندم. طبعا انت عارف اني هتنقل. بلغني يا فندم، ولو ان ده مكسب للبلد لكن خساره كبيره لينا. بركه فيكم. متشكر جدا يا فندم واتمنى لسيادتك التوفيق. عزيز خلي بالك من رأفت الهجان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اقفل الباب وراك واقعد. اتفضل استريح. شكرا. خد اقرا الاشاره دي. انا مش فاهم حاجه يا فندم. ما تعرفش ليه مندوب من رئاسه الجمهوريه جاي قبلك الساعه 12؟ اطلاقا يا فندم. سياده القائد موجود؟ يا فندم موجود في انتظار سيادتك. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. نبيل لمعي رئاسه الجمهوريه. شرفت يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. أنا آسف يا فندم للإزعاج، ولولا إن المسألة تستحق كنا اكتفينا بتصرف أبسط من كده. على حال خير إن شاء الله، المهم سيادتك تشرب إيه؟ لا ما أعتقدش إن الوقت يسمح. أنا هقعد مع سيادة العقيد بالكتير 10 دقايق. طيب لا مؤاخذة، أنا لولا عندي مرور مهم كنت احتفيت بسيادتك أكتر من كده. أنا متشكر يا فندم، وأرجو إن أنا ما تسببش لسيادتك في أي نوع من الإزعاج. لا العفو يا فندم، اتفضل خد حريتك. عن اذنكم. سيادة العقيد محمد رفيق مش كده؟ محدش يدخل عليهم او يزعجهم. حاضر يا فندم. طبعا سيادتك ما تعرفش انا جاي لك ليه. اصلهم اجعله خير. انا جاي لك بخصوص الاستاذ رأفت الهجان. ايه؟ مالك يا سيادة العقيد؟ لا يا فندم، هو رفض عمل حاجة. حاجات كتير. أنا كنت متأكد من كده. وكلها حاجات عظيمة. فندم حضرتك بتقول حاجات كلها عظيمة؟ بالتأكيد. يبقى أكيد حضرتك غلطان. في إيه؟ في الاسم طبعا. هو مش أخو المدام اسمه رأفت علي سليمان الهجان؟ ايوه فندم، بس ده كان. يا سياده العقيد احنا عارفين كل حاجه عن الاستاذ رأفت، بس اللي سيادتك ما تعرفوش ان رأفت بيه دلوقتي بقى حاجه تانية خالص. ممكن حضرتك تشرح لي ايه الحكايه بالظبط؟ الاستاذ رأفت الهجان من سنوات طويله بيقوم باعمال جليله بالنسبه للثوره الجزائريه. ايه ده كله؟ كل دي كانت مظاهر لاخفاء حقيقه عمله القومي. لا لا لا. ليه؟ لان كل اللي نعرفه عن رأفت انه كان محتال ونصاب ورد سجون وبتاع مشاكل، مش كده؟ ايوه. يا سيادة العقيد انا جاي لك بتكليف رسمي من الرئاسة. ايه؟ رأفت الهجان عاوز يشوف عيلته، واعتقد ان ده من حقه ومن حقكم انتوا كمان. طبيعي يا فندم طبيعي. طبعا سيادتك عارف ان المسائل دي لازم تكون في طي الكتمان، ولازم تكون داخل العائله فقط، ومش لازم اي حد يعرفها، اي انسان
مهما كانت درجة قرابته أو صداقته بأي حد فيكم. يا نبيل بيل، طبعا مش هنلاقي حد يقوم بالمهمة دي غيرك. يا فندم بس في حاجة يا سيادة العقيد؟ لا، هو رأفت بيه هيوصل امتى؟ رأفت بيه هيوصل ان شاء الله بعد بكرة. معلش يا فندم حضرتك اعذرني، اصل المفاجأة ما كانتش طبيعية. انا تحت امرك. هو ايه اللي مطلوب مننا بالظبط؟ الاستاذ رأفت الهجان طالب انه اول بيت يدخله يكون بيتك، عشان كده لازم تنبه على المدام واخوات الاستاذ رأفت بالتكتم الشديد. وهو كذلك. اما مساله الاستقبال دي فدي مساله عائليه ملناش ان احنا نتدخل فيها. من الناحيه دي حضرتك ما تحملش هم. هو رأفت بيه هيجيني الساعه كام بالظبط؟ رأفت هيجي يوم الخميس الساعه 7:30 مساء.